تروح 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 ما تقول وش عملت طلع طلع مات مات واحد واحد اثنين والله تسلم قوي هالوبش شمطو لك لك شمطو نبلي دش لشمطو شمط مرحبا أصدقائي كيفكم شو أخباركم يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية أنت وأهلكم وأحبابكم وكلياتكم أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من لعبة صلاح الدين اللي بنسميها كلياتنا واللي تربينا عليها خلينا نقول تذكروا أصدقائي كنا كتير نلعبها بس سبحان الله دخلت ألعاب جديدة فما عادنا لعبنا هاي الألعاب الحلوة يعني هيك إلى ذكريات كتيرة كنا أنا بصراحة ما كنت ألعب هذا الإصدار كنت ألعب Stronghold Crusader 1 إذا بتذكروها هي الأقدم منها هل هي التطويرة تبعيتها طبعا حتى هي صارت تعتبر قديمة يمكن بال 2014 بس خلينا فورا ندخل عليها ونبدأ نلعب فيها نتذكر الأيام الخوالي ونلعبها يعني كمهمات موجودة ضمنها شوفوا أصدقائي مثلا في هي الخريطة في قدامنا هاد وهاد هذا الرات وفي عندنا هذا إذا بتذكروه الشاه هلا انا راح اخذ هذا المكان وهن الاثنين هذول المكان في عندنا ديفيكولتي الصعوبه في الايزي وفي النورمال خلينا على النورمال ما في طبعا شيء اصعب خلينا على النورمال عشان نحس شوي هيك اللعبانية حلوه اكيد تذكرتوا اصدقائي هيك بس طبعا حدثوا فيها شوي يعني شوفوا كنا بالبدايه نبني هون هيك شغلات جنب المملكه تبعيتنا عشان اذا بدنا نحط بقلبها الموارد هلا لا صار خلاص تحط هذا هو المخصص للموارد هيك بنحطه هون مثلا لانه بيكون قريب من الحجر خلينا نشوف عندنا هذا ضدنا وعندنا هذا ضدنا واو ليكو على هاي ليكو على هالقلعة ما احلاها والله ليكو صارت 3D سابقا كانت هيك تقلب ثلاث جهات بس يعني ما كان فينا هيك تقرب هيك تزوم هيك تنزل هيك شوفوا صارت 3D اللعبة حدثوا عليها ربنا الله حدثوا عليها صارت كتير حلوة فخلونا فورا نبدا انا ما بدي اضيع حكي وبعد شوي نلاقي حالنا خسرنا هلا اول شيء بتذكر طبعا هي اللعبة اذا بتذكروا كانت مشهورة باكبر عبارة تسمعوها وود نيدد اذا بتذكروا كانت كتير تطلع هلا بنيناه هون تبعوت الخشب بقطعوا خشب مشان نبني كل شيء من الخشب هي هون انا فوق طالعت تبع الخشب الموارد كلها طالعتها هون فوق هي اليوم الاول هي قديش معنا مصاري هي كم الناس اللي عندنا يعني عندنا حاليا 8 اسرة ل 8 اشخاص ما عندنا غيرهم فاذا بدنا نطالع كمان لازم نبني بيوت اذا قربنا البيت على المملكة بيطلع لنا 8 اشخاص اذا بعدنا بيطلع لنا 6 اذا بعدنا اكثر ليكو 4 يمكن اذا بعدنا اكثر 2 ليكو بصيرهم بيطلع لنا 2 بس ما فينا نبني برات حدود مملكتنا فنحن خلينا نقربه مشان ما ندفع كثير خشب هيك عم ندفع خشب فخلينا نحطه مساهم مشان طلعنا 8 تمام وخلينا نعمل السوق مش هلا اذا نقصنا موارد نلاقي عندنا الامور كلها تمام خليك بالواجهه هذا نبيع نشتري منه خلينا نبدا بموضوع شو اسمه الحجر لان هذا بنستخدمه نحن بيع وشراء بنستخدمه للتجاره اكثر منه للحجر نفسه للحاجه له يعني كنا نتفنن مين بيقدر يصف معامل حجر على رقعة أصغر من هي مثلا وين هلا هون في عنا رقعة الحديد تتذكروا أصدقائي كنا مثلا هيك يكون رقعة صغيرة نتفنن أنا بساعة 2 لا أنا بساعة 3 يا الله ذكريات والله ذكريات طيب هلا عنا 16 واحد من 16 فل لك هدول أصلا ما عاد إلهم عمال كان يطلع لنا عبارة ويكروس نيد تساعد يا والله ذكريات طيب خلينا نبني كمان بيوت الفكرة ما بدك تأثر بيوت مشان موضوع شو اسمه شو بدي هلا أنا بدي خشب طلعوا وود نيدد يور لورد كانوا شيء انه وود نيدد هيك كان يحكي يعني لذلك انا بنيت هاد خلينا نبيع شوي من الحديد حاليا مو لازمنا نشتري شوي من الوود طبعا الشراء اغلب كثير من المبيع للاسف ليكو الشراء بنشتري ب10 بس ليكو البيع ب5 يعني خسرانه معنا الحكايه بس مضطرين بس لحتى تنطلق مثل ما قلنا العجله الاقتصاديه تبعيتنا هذا الجيش تبعيتنا خليه بمرحله شوي متقدمه ما بنعرف اذا ليكو فضحينا وشو السرعه هاي انا مقضي عم بحكي هذا كان بده انتوار لحتى يجيبوا لنا الانتاج تبعيته هون اذا بتذكروا كان بده انتوار بس يمكن الاصدار القديم على الاصدار الجديد انه التور كان يجي ياخذ واحد من هذول العالم مشان يقدر يشتغل وينقل وياخذ ويعطيه هلا هذا ما في داعي طبعا بدنا اكل كمان بعد شوي بلش اكل ينتهي فينا نعمل سلاسل انتاج الطحين وما طحين وهيك بس هلا بدي شيء ابو سريع بالبدايه يعني بس ما راح كثير كثر اوه كمان بدهم وود ولا شو بدهم؟ كمان ليكو 24 مليون ناس. واو بده يهجم علي هذا الوبش. ثواني خليني اشتري من هاد. حلو. بيع من هذول الحديد وبيع من هذا شو اسمه؟ جر الاويل مثل اذا زيت او نفط او هيك فينكم تسموه. هاي صار عندنا 32 وهي صار عندنا هلا 40 طبعا رح يزداد الحاجه للاكل لهم هذول هاجمونا شيء او بدي هاجم ليكو هاي العربي بيسوي مشان اذا يهاجمونا هلا انا شو رح ساوي فورا
لعبة صلاح الدين، الله أكبر، يلا روحوا أحسن. هدول طبعا بيكلفون أكثر، لكو 18 ذهب حق الواحد، بينما لما نبني من هاد اللي هو المستودع ونبني من المبنى تبعيت اللي بيطالع الثكنة العسكرية صفي أرخص لنا. يلا 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 وين وين هدول؟ تعالوا تعالوا هاجمون 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 هاجمون. طبعا انا بدأوا يهجموا علي بشكل كتير سريع، لسه ما بدأنا اليوم. شو صار عليهم؟ وين دفاع تاك؟ نحن تحت الهجوم، خلاص ان شاء الله ما عاد يهجموا. هلا انتم حطوا وضعيه الدفاع حلو، لازم بلش هون، لازم بلش ابيع من الحجر، او لا ما راح ابيع من الحجر. طلع شو راح اسوي؟ راح اسوي شيء ابو سريع هيك، لا مو من هذا، من هذا هيك سد من هون هيك، لكو راح سد من هون هيك فورا. حلو راح سد هيك، وراح ساي بوابة ابو ما هالبوابة يعني خلينا نقول عليها العين. هلا راح ساوي ممكن من هاي، هي طبعا مداها حلاوة انه بعيد. واحدة كمان هون مثلا، ممكن واحدة هون منا. حلو لفت لها هيك، راح نساوي درج مشان يقدروا يطلعوا عليها. ترك صار فين يطلع عليها، صار فين يطلع عليها. وهون كمان اي كانت بليس ذات ذير ميلورد، ما فينا نطلع من هون، نضطر نعمل هيك. طيب نحط عليها هي العامره، فينا نحط عليها مو هي، كنا نحط دولي تبعيت البسايه عليها شو اسمه نار. طيب اطلعوا لهون. اوف 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 يا الله شو اللي صار على فور عم يهاجموا دول. وانتوا وين هدول النبالي؟ تعالوا لهون الله يرضى عليكم. اوف انا الثيرد، انا الثالث للاسف. ليكو اجمعوا المصاري واجمعوا الموارد، لا هدول عم يكسروا لي الحكايه كلها من اوليتها. يا الله شو اللي صاير؟ طب نصلح. ليه ما بتصلح هاي؟ صلحنا هاد، معنا حجر. طب هاي ليش ما بتصلح؟ بعدوا لي انتم من هون الله يرضى عليكم. اعطونا هاي. اي انكسرت انكسرت انكسرت. طب خلص ما بدي هاي، ابني هيك. راح احط عليها من هدول. ما في نحط اكثر من هيك. تمام هلا انتم تعالوا وقفوا لي هون، بدي طالع كمان من هدول. طبعا ما لازم طالع هدول لان هدول خربان بيت. نحن في الطريق. حلو طالعنا هون، شو بدهم هوني؟ اي ليكو العالم عم يموتوا عندي 14، ليش شو عم ينقص عندي؟ الاكل 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 عندي سيء، ما عم لحق انتاج اكل. يا الله انا هذا اللي حاسب حسابه. اوف اوف شو اللي اجى؟ شو هذا؟ يا الله بقلبه صار مؤثرات، مؤثرات الجو او الطقس او ما بعرف شو هذولي. ولي 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 هاي بدنا شو اسمه هذولي؟ هلا هلا بتحترق كل الدنيا والله اعلم. لك اقتلوهم شو بكون؟ اقتلوهم اقتلوهم شو بكون؟ يجي متبهدلين على الاخر. طب خلينا نهتم شوي. يقول لك واو 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 شو عم بصير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما بدي كثير عالم، ما معي وود. لك شايف شو تبهدلت الامور عندي على الاخر؟ خليني بيع الشموع، بيع الويسكي اللي عندي، بيع اللي بيساوي منه الويسكي، بيع الحنطه. شوف عندي كمان شغلات ممكن تنباع، ما عندي. طيب ممكن بيع شوي من الحجر كمان. حلو على حساب اني اشتري شوي من الخشب، وقت اشتري الخشب بقدر اعمل كم بيت كمان مشان يكتروا عندي العالم. بداوا يكتروا العالم، لما يكتروا العالم راح يعبي كل هذولي. السعاده عندهم 26، ممكن نزود عليهم شويه ضرائب. تمت السعادة 12 لك ومقبولة. هلا انا صرت عم باخذ منهم 66 بشكل يومي. حلو 8 اخ عم تقل السعادة. ليش عم تقل السعادة؟ 6 دقيقة بدي ارجع نزل الضرائب، بدي نزل الضرائب ما بقدر. طيب انا غير هيك ممكن اشتغل على معامل ثاني اللي هو انتاج الويسكي، كثير بيزود لهم السعادة. عندي هاد وعندي هاد بيشتغلوا، بعدين عندي هاد بيصنع ال لك. يا الله دخيل الله، ما عندك عمال وما عندك عمال، دخيل الله بهالشغلة. بدي لحق ابني هدول، ما قدرت لحق ابنيهم. مو مشكلة كله بتزبط اصدقائي، بس هو انتاج هذا عندي ممتاز، بالتالي انا دائما لازم بيع. يصير معي مصاري، معي مصاري كثير، ممكن اعزز كمان الجبهات تبعيتي.
بس ولك روحي لعنو وبرك لعن شواربك بس ولك صلح شوية جدار صلحنا لك يا الله العاصفة دبحتني والله رايح جاي لكو قتلتهم كلهم هون العاصفة الناس اللي كانوا هون اوه دي نزل الضرائب اخ ديلي تاسك تاكس صفر صار طب ليه اكل اكل هنا عن الشيطان من الاكل هو اللي خرب لي بيتي ها هنشتري شوية اكل لكو اذا نوعنا الاكل صير امورهم كتير احسن لكو 40 واو 21 لكو لكو عم يطلعوا كلهم طب لكو رح له هوني اوتو باي يعني خليك عم تشتري لي دائما يكون عندي 5 من الخبز 6 من اللحم 5 من الجبن و5 من هذول هلا هيك يا بيتم عم يشتري لحاله بشكل اوتوماتيكي اذا ناقصني طبعا شي رح يكلفني ثروه بس مضطر للاسف لوقت ما تنطلق الدوله تبعيتي اكثر بالمقابل انا عندي انتاج الحجر لازم اهتم فيه اكثر لحتى يكثر يلا طلعوا طلعوا عالم يلا اي اشتغلوا 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 يلا حبيباتي يلا يلا حبيباتي يلا جيشي ابو كلب ياكل هي عم باخذ منه 176 التاسك التاكس اليومي مستعد يس سايا حلو والله ممتاز ممتاز هيك صار الجيش عندي يلا روحوا قاتلوهم قاتلوهم شو كنتوا تجمعوا على غرز هجموا انا حاطهم هي هاجمون دخيل الله هاجمون ايه هاجمون هاي ستة حلو بدي اعمل جبهة تبعيتي شوي تعالوا ايه تعالوا هلا ان شاء الله ما عاد ينقص الاكل عندي باذن الله ما عاد ينقص الاكل عندي بالعاد بالتالي ما عاد ينقص هذول يعني مطلوع عندي وخليني بتعرفوا ممكن الجدران حتى قال له تعال اخي انا الحجر حط لي اوتو سيل خلي لي عندي دائما بس شغله هيك 150 غير هيك بيع ليش زعلوا رجعوا رضي لا تزعلوا الله يرضى عليكم لا تزعلوا اخي لازم سايلهم تبعيت الجامع وتبعيت هذول قصص هيك زبطهم يعني ما بدنا 200 وود ما معي وود شو مسوي يا جماعه الود ولو عندي 8 حسبنا الله ونعم الوكيل تعال اشتري وود شوف شو اخرة الود معانا طيب خلينا نعمل لهم صيدليه هلا هي امور ان شاء الله تمام ترفع لهم الدنيا كلها طيب انا لازم اعمل لهم جامع تمام والجامع بده شموع لحتى يشتغل فلازم اعمل له شموع بده وود كل شغله بهالحياه بده وود دخيل الله ما بدي اروح المصرات هلا هذا يمكن ما بده شيء هذا بس هيك حلو هلا بنكتر شوي عليهم بنكتر لهم موضوع الدين عندهم فبصير فينا نرفع الضريبه عليهم الامور تمام هذا حقه 18 كثير غالي بتعرفوا بدل ما كل مره عم ساي من هيك خلوني اعمل هذا المستودع هاد واعمل معمل الجنود هاد ليكو عندي خليني اشتري كمان شويه نبلات وين النبال هي النبال خليني اشتري 10 ليكو هذا حقه 5 النبل تمام طبعا صنعت عندي لسه بشكل محلي بيصير كثير ارخص 5 وليكو ايش حق الجندي هاد 12 12 و5 17 بتم ارخص من هاد اللي حقه 18 يعني ارخص ما بكثير بس انه ارخص تعالوا تعالوا اطلعوا ايه اطلعوا اطلعوا ايوه هومن ميك ريدي لازم طالع من هذول كمان بيلزموا هذول هذا حقه 4 رخيص رخيص هذا كثير رخيص وبيلزم بشتت الدنيا هذا بيخرب الدنيا مع هذول تعالوا انتوا اطلعوا لهون حلو 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 طب هذا الجامع طلع وهذول طلعوا يلا بلشوا طالعوا لي ليكو الدين اخ اصدقائي عندي شايفين كيف كترت 18 السعاده هلا اذا رفعت شوي شايفين بقي ماشي حال السعاده ليش انه في الدين عم يسند الموضوع ممتاز قال انه والله السعاده شو اسمه النجاح كثير قصير اوه ليكو عم مملكته افضح عينه والله كبر حاله والله وهذا اوه والله لا عن نفسهم شوف شو راح اتفنن لكم فيهم يا شباب طيب نستغل اكثر موضوع ليكو حلاوه الحجر هلا لحاله عم ينباع ما حطت لهم بالسوق انه اوتو سيل عم ينباع لحاله تعال خلينا ناخذ هاد خيبني كمان من هذول حلو هذول هذا انت تعال لهم ايش بدك تهجم علي حبيبي انت هات ورشه سايكم فيهم اورايت 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 خلينا نصلح في شيء الجدران لا الحمد لله الامور يعني مثل ما تقولوا كلها تمام شايفين استعدنا السيطره على الامور نوعا ما
لازم نبدأ مع موضوع الأكل. هل عملت هذوليك أنا؟ هذا اللي بصنع تبعيت البراوري، خلينا نصنع لهم أكثر. كمان بهمني الموضوع الويسكي يكون عندهم، استغفر الله العظيم، يعني قصدي موضوع المشروبات يكون عندهم كثير باللعبة. بس هذا الشيء ما بجوز يا جماعة، اللي عم تفرجوا عليه ممنوع، هذا الشيء ما بجوز من الله. طيب نشتري مثل العادة خشب، شوية خشب. هلا احنا عملنا له الخمارة، هي ما عملنا له الخمارة. طيب خمارة بدنا فيها 200 هي. ارجعوا ارجعوا، والله قتلوهم فورا لك، والله عاش. تعالوا تعالوا ارجعوا ارجعوا، هذول كثير كفو. اوه هلا لازم ليكو اعمل هيك، شلي النبالة من العملية، والنبالة استثنيتهم، فوت لي هذول لجوا بسرعة. ما بدنا يوقفوا برا انه راح يموتوا، راح يموتوا شرا. قتل ليك صار يهاجمني منه الوبش. لا تتحركوا لحتى الكم، اوه هيك لا تتحركوا لحتى الكم. صلحنا الجدار، امور كلها تمام ان شاء الله. ضروري نطالع من كمال من نباله من هذول. هذول شاطن بايخه. طب المصاري ليش ما عم تكتر عندي؟ بسبب الاكل. انا ما عندي هلا شيء اكل لحد هي اللحظه، خلينا نظبط لهم الاكل. اذا عملنا من هذا مثلا، شو صار؟ شو صار؟ تغمق الدنيا، والله بحس انه في شيء صار عندي. هاي مثلا، يا الله عن الشيطان، انا اندبحت على فكره بموضوع اللي هذا. بدي الخمارة، أنا حاسس حالي مشتت. معي 190، بدي 10 بس حتى أقدر أبني الخمارة. تعال بنجيب 10 صافي نبني الخمارة، الخمارة كمان بتشيل جزء عني من موضوع السعادة، بنرفع كمان الضريبة، لا. ثلاثة ماشي حال، أكثر من هيك بهدلنا الأمور. أوف والله عم يجي هذول هجوم هلا، ساحق لأنه. هلا هون هجومهم بايخ، بس ما بدهم يبنوا شيء، بتعرف خاطر لي هاجموا بهدول. روح روح، خلي النبالة يتسلوا فيهم، خلي النبالة يتسلوا فيهم، روح روح روح. هون يحزر شو كان في اصدقائي في هذا الحجي، وين الحجي؟ ياه بهي التطورة في هذا الحجي ليكو بيداوي. توقفوا لكم حجي هون على السطح مثلا، او بلا على السطح، توقفوا هيك هون يعني ورا اكثر شيء. بداوي لهم هلا كل جراحهم، بتلاقوهم كل ما عم يداووا امورهم تمام. يلا حجي اشتغل اشتغل، داوي لك هذول لون دمهم كله نار قوي. حجي ايش بك العاده طاول لك، داويهم في عالم هون دمهم ماوي، هذا دمهم ماوي. الحجي شكله زعلان، لا والله قاعد بلش يعالجهم، يكون عم يعالجهم، والله ممتاز. هون لازم اشتغل اكثر عليهم والاكل. طب خلوني ساوي هذول اول شيء، هذول عم يجيبوا لي موارد كثير مرتبه. وود نيدد، هنا على اول وود. ليكو الخمارة صارت أمورها تمام، ولهي أمورها تمام، حلو. هلا كانوا نحتاج كمان بيوت. We need wood, sire. We need wood, sire. هاي الأكل أموره تمام، بس ما بدي يكون عم أنفق ميزانية على الأكل. أوه ليكو بتعرفوا ما لازم أشتري كثير، ليكو عندي هذولي. وين وين الأكل؟ تعال تعال. هاد وقف لي الأوتو باي، ما تشتري. حلو. هذول ليكو دائما عم ننوع لهم، فلذلك أمورهم تمام. طيب هذا تبعوا الشموع، امورهم شلون بالشمع؟ قديش عندي انا شموع؟ عندي 33. ماني مسترجي ارفع الشموع اكثر، وبالتالي ارفع الضريبه اكثر. شو هذا عم نضربهم؟ شو هذول مهاجمون؟ خشب، بدي خشب. تعال ابو الخشب. هذول اللي عندي المساطيل اللي عندي عم يبنوا لي خشب بثلاث ايام ما بيخلصوا. Not enough workers available to run this building. We need wood, sire. هذا الجاموس جاي يوصل. Not enough wood, my lord. يلا يلا اقتلون اقتلون، اي تسلف فيهم بسرعة. حلو والله، هذا شو صار دمهم ممتاز والله. والله ممتاز. يلا اصدقائي بعرف الدق شوي راح يطول، بس عم نتكتك لهم شوي شوي. ليكو على دورتنا شو عم تتوسع. هلا ما عندي ليك وما عندي هذا الشيء لهذول الشطور هذول العمال، فبدي اطلب من واحد هذول البيوت. ما بيون اكيد راح يصير في ضغط على الاكل اكثر، بس ما مشكله. بدي بس يبنوا المعامل كلياتهم يصيروا كلهم شغالين. هون التوار هذول كانوا ما عم يلحقوا. ليكو قديش في عندهم انتاج حجر. وود نيدد مي لورد. وود نيدد يور لوردشيب.
A message from the rat. You have no right to bear arms against our noble family. God, but you will pay for your arrogance. كمان 64 لسه بدي والله كمان هذول. سكر الباب بشكل اوتوماتيكي. فتح الباب لان هذول هجموا. خذتهم الحمية. رجعوا والله حلو. رجع رجع حبيبي. تعال تعال. قلت هذول الاوباش. وين رحتوا؟ تعال تلم من هون. يا الله ليك على غباء. من ارمز ريدي. اروح تروح من هون من برا من برا لا يكسرون الحيط ما بدي يصلح. تروح نروحوا. الويسكي كانه عندي كثير البراميل والله 36 خلينا نكثر شوي الويسكي حبه وحبه موضوع الدين ونزود لهم شو اسمه الضريبه. حلو كثرنا الضريبه والامور ان شاء الله ما تاثرت بس بدنا بيت اضافي وبيت كمان اضافي مو مشكله. يلا حلو خلينا نصلح هذا. انتو خلوكن هوني. هذول هلا ما عم يهجموا كأنهم أمورهم هيك سلكت سلكت بليرتين. أنا صرت السكند. حلو والله. هون نقاط القوة عندي 3600 يعني هذا قوة الجيش تبعيتي. يلا خلينا نظبط حالنا كمان. لسه هلا بصير أصدقائي يعني قوة مرعبة مرعبة لسه بس أستغل الموارد اللي بأرضي كلياتها. بصير قوة مرعبة. بس لهلا ماني قادران أستغلهم بشكل كامل. هون. حجر اموره تمام. هون ما عم يلحق. هون بدنا نحتاج تور اضافي ربما هيك. هون واحد وهون واحد. ايوه خلي لحقوا التوار ينقلوا مشان هذا يتم عم يبيع وتم مصرياتي عم تكتر. هذول والله عيني علينا بلشوا يقلوا كثير هذولي. بدي صنع ابو الشمع واحد اضافي من الشمع. اخي واسط الود هذا شو بعدين معاه. اشتغلوا لو انتم شو بكون اشتغلوا. طيب خلينا ندار شوي على موضوع الاسلحه. ما معي مصاري كثير والله ليكم مصاري عم تقلب قلب. طلع معي والله مصاري كثير. طيب نشتري لنا شويه اسلحه هيك. تعالوا نشتري لنا مثلا كمان كم نبله ابو 10 مثلا 10 كمان هيك. حلو 20 يعني 20 نبال. يلا 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 يلا. This land belongs to my family, upstart. You'll pay for your impudent trespass. لا بدك تسمح لي معلم بدك تسمح لي وكثير هلا بقى انا بدي بلش هاجمكم. مو الدرع ما راح تقدر تهاجم انا ساكت لك وحياة عيونك. A message from the Shah. We are unstoppable like this soft desert wind. تعال تعال معلم والله راح اطقكم هلا. عم يهاجمني من هذول لسه لسه هجوماتهم بسيطة لهلا. ليكو حتى مملكته بسيطة ما بعرف ايش ما طورها بالعادة او بالاحرى هدولي اصلا ما بيطوروا شو صاروا لي. ما قلت لكم الدين عندي الشموع عندي اصلا قليلة فتبهدلت الامور على الاخر. وين الشمع كنا نشتري؟ هلا هون اشترينا شموع بدنا نرجع نشتري من هدول نقول لهم ديننا محل يصنعوا شموع. هجموا. طيب انتوا تعالوا انتوا بلاهم. والله هجم هجوم مرتب. ها انا هجمتهم هلا بس على الاقلاع هذا مشان ما يهدموا لي الحيط. هي بسرعه 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 لهون 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 بسرعه 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 بسرعه. كسروا كسروا كسروا. صلح الحيطان صلحهم 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 صلحهم. وين راحوا العالم يا الله يا الله وين راحت العالم. كان احس حالي بخسر الدقه. تعال تعال بدنا نطالع من هذول كم واحد. هذول خلينا نقول القوات المقاتله الثقيله. قطعوهم اربا. لك شوفي ما في عندي ويسكي. نزل لي شوي انتاج ويسكي معلش. نزل لي شوية ضرائب هلا مو مشكلة. ميزان التجاري عندي كثير شيء مهم. احرصوا هذه النقطة. اقتلوا كل من يمر عليكم. النبال عندي خالصين ولا واحد ولا حبة. مستعد. استعدوا بأقواتكم. Peasants needed, sire.
لا 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 والله متنا يا شباب يا شباب. حالا. والله هجومنا هالمرة ربنا الله كان كاسح. سنقوم بكل ما يلزم لنبدأ المعركة. نحن نقاتل بشجاعة. سمو تعو 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 تروم بسرعة بسرعة. عم يكسروا هذول قاهم كتير بالتكسير كتير بطيئين. مفزعين يعني هذول ما يكسروا حيطان مفزعون كتير. نحن نقاتل بشجاعة. اقتلوا كل من يمر عليكم. والله هجومهم كان ربنا الله المرة مدروس مدروس مدروس. شو عندي كتير الأشمع من كتر شوي الدين عادي ما عندنا مشكلة. زود الضرائب بحبة. هذول 60 ليرة الواحد لو ما ميزانيتي قوية والله كنا تبهدلنا والله والله العظيم كنا تبهدلنا لو ما الميزانية عندنا قوية. تعرفوا عم بيشتروا وش ما بدي اشتري مش ما بدي اشتري يعتمد على الانتاج المحلي. الانتاج المحلي كتير مربح. الشراء كتير شيء زبالة بصير. انتوا تعالوا قوات النخبة تقدموا سيرا. اقتلوا كل من يمر عليكم. دافعوا عن هذه الارض. هيك زبطنا الامور زبطت الامور. تعرفوا ده لازم وقفهم هون سوان لازم هيك وقفهم هون تمام وقل لهم هيك هي وضعيه اللي شو اسمه انه دافعوا عنا وجيب هذا الحجي وقفوا هيك بيناتهم. تعال حجي هون في شي حجي تاني. لا وين الحجي الثالث؟ عندي ثلاث حجات اشتغلوا هالشغله يمكن مات من قصف. هلا لحالهم بيطلعوا بيقاتلوا بيرجعوا. والله دول نبالي ليكو كل وحده بيطقوا واحد. اطلعوا اقول هي يعني معناتها اقتلوا كل من يمر عليك. لك لك يا اخ بعيق لك قاتل شو كان اقتلوا كل من يمر عليك. ضحينكم يفضح عينكم خجلتونا والله. نبدا المعركه. لك هدول دخلوا لك دخلوا لك دخلوا دخلوا جيبوهم. اكزود ابن هذول هذول عاوي جنب شو من كان ياخ كسروا لي السوق. ياخ ما معي مصاري ما معي مصاري. يا 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 بدي مصاري بدي مصاري بسرعة بسرعة بسرعة. عم يزيدوا مصرياتك عم يزيدوا. والله يا للأسف يا للأسف ويا للعار. هيك قويت قويت الحيطان لدرجة بإذن الله ما عاد يقدروا لي. حلو هلا هيك ما عاد يقدروا إن شاء الله يكسروا شيء خالص. وهي هوني طلعوا هيك بعد فيهم يقصفوا هاي. هلا أنتوا كلياتكم هدول وقفوا لي هون. واحد كان واقف في واحد كان واقف فوق. نتقدموا سيرا. حلو وقفوا لي هون انتم استعدوا. وين الحجي؟ يمكن الحجي مات اللي كان معهم صح؟ لا والله لساته معهم. لو خلوهم يحفروا هون ثلاث ايام بيخلصوا. وين بدي اضرب العاصفه هون ما في شيء راح يحترق تمام. طيب امور هذول عندي كويس. اخ شو عم يصير؟ الاكل عندي ممتاز. اخ ما عاد عندي هذا السوق اللي يشتري لي الاكل. بدي السوق بدي السوق بدي اضطر اتصل هي قلل لهم شوي العاصفه. ياكل عاصفه بتنقص الدنيا بتخرب الدنيا كذا. عم يحفروا والله. انتبه هاد شلية هاد شلية هاد شلية وهاد شلية. هذول الثلاثه طالعين لهون فلتهم على هذول. سمعت ثلاث اشخاص بس. قاتلوا يلا روحوا قاتلوا موتوا في سبيل الوطن. هات صافي اشتري. ليش ما فيني ابني؟ الانمي قريب علي. طب هون حلو وين الاوتو باقي؟ رجع اشتغل. حلو جلس موضوع الاكل عندي. ثلاثة أربعة كنا عم نشتري على الأربعة ماشي الحال. طيب لك تعالوا قتلونه لو خلصنا بقى. Recruits needed, sire. My lord. The rats' troops are attacking.
إلى الجدران إلى الجدران. لازم أعمل شيء هجوم هيك أرد ال شو اسمه الهيبة تبعي. أو قبل ما أرد الهيبة خلونا نبني كمان من هدول. خلنا بس عم كتر المعامل تبعوتي هدول وما عم بهجوم. بدي اقتصاد قوي. A message from the rat. That's right. You car in your castle like a pathetic. تعالوا. بدي وقعهم بهي المصيدة ليك وبيدخلوا هون وبيطلع لهم كل هذا الجيش لبرا. خلي يقربوا ما بسترجي يقربوا. لا بدي هون يقربوا. تعالوا يسطر على عرضكم. تعالوا هون. Can we have some horses? We're going. Let's get walking. You are the greatest lord. تعال. Moving again. يلا مشي لي هناك. يلا رقد لي هناك. On your feet, boys. Let's go. Ooh, come on. We're going. يا أخي هذول في عندهم مشكلة برمجية. ليش ما عم يتحركوا؟ حاطط لهم هاجموا يا الله. دافعوا عن هذه الأرض. اقتلوا كل من يمر عليكم. خوة بدي قصوري الحيط. وينه هذا منه ما في شغلة كبيرة. هذا المقاتل قاتلوا نشوف. يلا روحوا قاتلوا. تعالوا انتوا وشلي هاد يلا بسرعة تعالوا كسروا. ايه بسرعة طلع واحد تاني طالع اول هيك راح اكسر. يلا كسروه حلو. تعالوا هون. لهون. هاجموا من على الجنب. هاجموه كسروه. تكشفكم يا الله ماتوا كلهم. ما حد قدر يكسره. دخيل الله ايش قاعد يصير. حزروا شو راح ابني من هذول. وين من هي ما فيني ابنيها هلا لانه هاجمين علي الاوباش. شو اللي عم بيصير عندي؟ نقص فيه لحتى عم ينقص هذا الولاء ورد يطلع. بدي نقص. يلا هجوم حرب البسوس عليك. والله كتر من هذول شوي. تعال عنكم مهمة واحدة. بتعرفوا شو هي؟ تكسروا لي هي. لا ما تصير عاصفة. مشان الله ما تصير عاصفة. لا. فيني صلح هذول. حلو صلحناهم. حلو صلحنا الدنيا. خلينا نتهاجم. بدي انحرق الجيش تبعيتي حرق. والله انا حاسس. تعالهم. تعالوا رجعوا. في شيء يوم تعالوا كسروا لي هي. يرجع دمه نكتر هذول. تعالوا كسرون لهم. او لا خلاص روحوا. تعالوا. تعالوا بسرعة. خلي الحج يعالجكم. وهذا الحج يعالجكم. هون نصلح الحيطان كله. ما عم يوقف الهجمات ليكم. بس مصرياتي ملاحظين اصدقائي كيف مصرياتي عم يكتروا بشكل اوتوماتيكي. انا ولا عم اتدخل بشيء. مصاري الحال عم تكتر وهذا الشيء كثير ايجابي. يعني بس قضيها شويه دفاع بلاقي مصرياتي صاروا ثروه. سيري مثلا ليكم من هذا كم واحد حاجه عالم. مو مشكله بيطلع عالم اصلا عم يطلع لكم. تحت امرك. نعم سموه. تعالوا الفرقه الجديده اللي طلعت سلونا فيهم. الله يرضى عليكم. والله الاخره بدني بهدول هلا. طبعا كان في بيننا من هاد هي من على البعد تضربهم. شو بدها 300 معي؟ بدها خشب معي. بدها تنبنى برات الهي او جواته وهيك هون. لا والله في ابنها.
وحده هون وحده هون بيخربوا الدنيا هذول. هذول ما داهم بعيد طلع مسك تضرب هاي تفرجوا ضربوا هاي وانتي كمان ضرب ايدي هذول شوفوا دش دش مداها كتير بعيد وبالعادة بتضرب نار هاي مو بتضرب نار لا هي العادية بتضرب نار ايه Peasants needed, sire. The Shah's troops are attacking. هلا مدى بعيد إن شاء الله بتضرب تخرب الدنيا. مصرات عم بيزيدوا عم بيزيدوا المصرات حلو. شو وضع الحجر لك هذول الحجر ما بيلحق يفضون والله حزران. Can't place that there. هلا ببلش يفضون هون بدي حجر. A message from the rat. What is happening to our noble family? ها كسروا لهم كل هذول اللي الثنتين اللي كانوا هون هذول هذول هذا هجم علينا بشي من هون لا خلص ما عادوا ان شاء الله يهجموا هلا هلا بدهم يقسوا شوي هلا بقى دوري هيك اعملوا الهليله مثل ما يقولوا هاي ما بدي اياها وهاد ما بدي اياها وهاد ما بدي اياها وهاد ما بدي 13 واحد بدي اهلك اهلهم كل شيء بالمناوشات great Another match. كل ليش ناقص هذا شو عندي ناقص يا الله تعود الدين هدول ما عادوا لحقوا هدول الشموع صار فيني بيضة من بيضة والدجاجة من دجاجة ما كتر شغلة تنقص علي شغلة تانية هدول تركن على الواحد شو ما ينقصوا بسرعة My lord on your feet boys You're kidding us right قواتي تتقهقر على الآخر خلينا هون نساوي شغلة نعمل من هاي هون مثلا ايش بدها بدها خشب اه خشب كأنه ما عاد في الأرض هون ما عاد في والله كأنه لك أهل آخر كم شجرة كتر شوي خشب شوفوا الخطة اللي راح أعملها هلا هاي راح سايم لنا وحدة هلا لكن اشتريت وود اخ انا الجريتست وورد يا جماعه لك 7000 قوتي العسكريه قوتي العسكريه مرعبه صارت ما تذكر راح اقلب الدقله صالحي بس شويه صبر هاي تطحن الطحين اللي بنزرعه هون هذا الطحين هي مع ما هي مع ايش اسمه تبع الطحين وحده تن شو اه بدي خشب بدي خشب انا عندي اقلب الخشب بشكل دائم وهي مزرعه ثانيه هون هون مزرعه ثانيه مزرعه ثالثه مزرعة رابعة مزرعة مزرعة ايه ما عاد في خشب طيب هلا بقى خبازين بدنا وود طيب وهي خباز خبازين ثلاثة مو مشكلة شو عم بصير هلا هون لا الأمور هون إن شاء الله مضبوطة الجبهة خلاص انضبطت مصرات عم بتزيد وانضبطت الجبهة هذول هون راح نكتر كمان شوي من هذول وود وود طب تعرف خلينا نحط أوتو هي للوود بس نتم دائما عندي إياه 50 عشان مو كل ما بدي اشتري شغلة اللي وود نيد جورد شيت حلو ها والله بعرف هلا بنجيب لكم وركر A message from the rat. Call that a castle. You really have no idea, do you? ليش ما بنبنى؟ بدي وود، يا معلم صار اشتري وود يلا. ليش حطيت لكم اوتو باي؟ باي. هون، شو اللي صار هون؟ شو عم يهاجموني هدول؟ تعالوا تعالوا اضربوا لي هدول بسرعة قبل ما تطالع لي شيء بسرعة ايه. انت اضربي هاي. Tools are ready. انت اضرب ايديها يلا اضربوها اضربوها ايه كسروها لكوا على النفضة بعيدة بتنفض البنت لزينة هيها اضربوها اضربوها بسرعة 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 اضربوها دش خبطتها نقص دمها للغيم ليكو اش نقص دمها ليكو اش دمها هي هي دش شفت شلون نزل دمها واتس ذا بلان ايه صار ولا شيء ده ملك ودوب ضرب شغله حجره نصلحها
قتلوها شافتوا اصدقائي شلون؟ انت ضربينا هاي وانت كمان ضربينا ولا اندر اتاك ولا شيء يا زلمه عم تسلوا فيهم انت شبكن له؟ طيب هون شو وضع البيع والشراء؟ بدي بيوت ساينا بيت هوني لقى ايش بيت مع النود؟ بدي نود اكثر من 50 يكون يلا اشتري وود اشتري وود اشتري وود اشتري وود كمان اشتري وود كمان عندي نقص حاد بهذا الويسكي بشكل دائم بالهذول عندي هذا والله ليكو يعني على الأد هاد مع هاد على الأد معناتها لازم كتر شوي من المعامل هذول من هذا لازم ابني لي واحد حلو واحد ثاني هيك صاروا ممتازات نرجع نبني لنا واحد كم واحد هاد هيك هون واحد هلا رح اشتري وود والله رح اشتري وود بس طول لي بالك عليهم شوي ليش ما كسروا له هذا هلا عم يبني هذا نبدا المعركه نحن نقاتل بشجاعه وهذا الفوج كانه تعب نفوته لجوا يتعالجوا شري الفوج هذا للمجد فوت فوج طالع فوج اوه هيك بدي اياكم حلوين شو وضع هون حجر مين الالتوار هون والله مين اللي هون والله هون الالتوار مو مخليين شي ليك اصدقائي بالله يتفرج على المنظر جي 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 فرع عم يحطوا ليك كم تورهم بالناس عم واقف عم يعبوا حجر ليك عشان يطلع عندي فورا هون مصاري والله عندي صارت ممتازة شو ناقصني بدي عالم هاي الازقة الضيقة جنب الملك هالاكل مبعود بيلحق راح كيف ليك والله عندي انتاج خبز صار ليك والله عاش قديش عندي شو اسمه وين هاد عندي والله مطحنه دوب عم تلحق ليك وعندي زياده انتاج شو اسمه الحنطه طيب تعالوا نحط شو اسمه يلا اشتروا وود اشتروا وود ما راح اخلص منها كل شوي هي صار طاحونتين هلا طاحونتين لازم يلحقوا طحين اكثر لازم هي تصير صفر مشان المخابز التم شغاله أمرك. انتو مين هلكم تروحوا لهون ولو؟ هذول كنا عم نبنيهم هون بنينا هون هلا مشي حالهم تحت امرك حلو حلو التقدم هيك ممتاز هلا لازم كسرها هيك العب له شوي اذا ضربت له هذا ترى وينكم هذا فيني اقتله اجي قتلوا اصدقائي تفرجوا شلون تعلموا فن القتل السريع الرحيم هاي فريرة نبنيها هون شو من الله دي طالع عليها من هاي اللي بتضرب الباب كتير دم قوي تمام رح جيبها من هون تكسر لي هذا الباب بس انكسرت الباب طلعت لعند هذا الوبش عم بس يعني حتى شو عم سوي هدول لا تكبروا راسكم هلا الله يرضى عليكم You'll pay for that. You will pay very, very dearly. نحن نقاتل بشجاعة. تعالوا هون تعالوا تعالوا. انتبه. تم تأكيد أمرك. لنبدأ المعركة. بشغف. أين العدو؟ فرسان السيف نتقدم. ليش هذا عم يروح ويرجع هون؟ يلا بدي ابني هذا شو اسمه؟ هاي ليكو هاي الدرابة. شوف أصدقائي بس يخلصوا هجومون. هلا انطحي لي هاد تكسر لي الباب ها تعرفوا تعي اعطيتها الاوردر هجمي How can we help? لك تعوا قلت لكم اضربي هاي شبه Set us a task. لك شبه تعي لهون الله اكبر قسم بالله تحسوا ما ترد علي الله الآلة انطحي لي الباب يعني شو قصتك انطحي لي الباب انطحي لي الباب كثير صعبة At your disposal. We are under attack. ما بتستوعب. استعد لتنفيذ أمر. تقدم للأمام. سوين لا يكون في شيء سدد له طريقة ليك ما لعنه. باني معامل بحس إنه يسدد له مثل إذا طريقة. طيب ساوين هدول العينتين. Peasants needed, sire. والله العظيم الدولة عم تنتج ما أحلاها. عندي طحين بس بدي مخابز حلو سينا شوية مخابز يلا بدنا من هدول
هذول شو شغلتهم؟ هذول شغلتهم بس المخربين اللي كسروا لي مثلا هيك هذا المعمل. او لا تعال خلينا نجمعهم، خلينا نجمعهم، تعال تعال نجمعهم. مستعد لتنفيذ امرك. Set us a task. او بتعرفوا راح اهبب له حريق بهدول، بس مش كيف عنده نبالة من بعد، لازم اقرب له هدول اللي بياكلوا قتل كتير. هلا بدي اهبب له حريق، هذا شو سايكم بالحريق. ممكن هي نفسها تبني هدول. عرفت شو بتساوي؟ تخرب الدنيا. انت هي انتحارية، تجي بتهجم دش بتدج بتحرق الدنيا. هون على الآن هون تعالوا تعالجوا، تعالوا حبيباتي تعالوا. فرسان السيف نتقدم. انت شو وضعكم؟ تعالوا اطلعوا عنا، تعالوا صار دوركم. لك انتوا وين هاجمين انتوا؟ مشان الله ما غلط طلعتهم هدول، هدول يخروا على الاخر. طيب فيني هاجم شوي هلا؟ والله فيني هاجم. ليك وقت اوتو هذا 1910000. اوه طب دي جهز قوه لا يستهان بها. تحت امرك. هذول الحرائين، شلي هاد شلي هاد شلي هاد، طلع لي هاد. تعالوا انتوا لهون. ليش ما بيطلع من هذول؟ معي مصاري كثير. يا انا ما علاج اسمع، عندي مشكله بهذول. لنبدا المعركه. يلا مستعدين. اول شيء بنهجم هذول اللي تعالوا اللي هو لنا اياهم. بعتنا هذول، ما بعت هي. هاي انتحارية مفجر، مخلي تضرب هون مثلا تفجر كتير سريعة طبعا بالرقيد عليك. وإذا النالة مثلا اضربي لنا هون رقدة. وف 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 يا الله بتاخذ الأمر، ما عاد لك، ما عاد عندي تحكم فيها. إذا بتطق جنب هدول هلا بتفجر لي جنودي كلياتهم. ما تطقي، ما تطقي جنبهم مشان الله ما تضربوها، ما تضربوها مشان الله ما تضربوها، ما تضربوها ما تضربوها. حرقت لي جنودي، أنا عارفها هي راح تحرق لي جنودي. ما وصل منهم ولا شيء، ما وصل منهم ولا شيء. طب تعالوا نجرب هاي، لما نكتر منا بصير الامور اكثر احسن. طيب هاي وحده هون، تعي اللي هون كسري لي هاي رقدي، واللي هون كمان كسري لي هاي، واللي هون كسري لي هاي لنشوف. انت حاريات هدول. يا انا عم طقهم بايد، يا 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 عم طقوا، عم طقوا حالهم بحالهم. اخ مالي غير هجم هدول، امات النفس الطويل وربي يسر. طلع لي حجيات هدول كثار حجاج، خلي عاد جوهم لنبدا المعركه. نحن نقاتل بشجاعه. شلي هاد وشلي هاي وشلي هاي، شلي هدول. تعالوا وقفوا هون، خلينا نهاجم. يلا مستعد لتنفيذ امرك. فرسان السيف نتقدم. وهدول راح ساوي منهم هدول كثير عشان نبالة، معي مصاري كثير بدي نبالة كثير. هاي شاطن فاضي ولا Peasants needed, sire. مستعد يا سيدي. Heading off. أقواسنا قوية. لنبدأ المعركة. مستعد. تقدم للأمام. تعالوا تروا لي هذول بيجوا بيخربوا الدنيا بهذول. ترون ترون يلا ترون. أين الخائن؟ انتبه. نحن في الطريق. اقتلون اقتلون يلا. ما تجي عاصفة هلا، يا الله ليكو هلا. انا شو بدي هلا؟ احلى شيء تهجم علي عاصفة مشان كيف. واحد هون واحد هون واحد هون. انا جيشي غلط طالع، على فكره هذا خطا استراتيجي انك تطالع جيشك لبرات الارض المعركه قبل ما تبدا المعركه.
هذا خطأ استراتيجي أنا أندم عليه. خليني أرجع داخله. رجع أدخل حبيباتي. أنت بس خليكي هون، أنت ما في داعي تدخلي. غلط غلط، طلعت أنا نسيت لقمة سائغة مثل ما بيقولوا، لقمة سائغة بإيد العدو. راحوا الجامعة يهجمون عليهم. تعالوا أنت تعالوا. لا لا لا، ما أطلع ما أطلع. فرسان السيف نتقدم. أين العدو؟ بشغل. ليش ما عم يكتروا؟ ليش ما فيني ابني كمان؟ اه ما عندي. شو اسمه؟ ايوه هلا بنينا. حلو. اقواسنا قوية. Set us a task. Departing. Moving ram. تحت أمرك. نعم سمو. بدي هاجمه لهذا، بدي اكسحه. والله لا اكسحه. فرجينا إذا كم واحد عندهم. عندي 44 ترى، والله بيخربوا الدنيا. ها بس بدي اترك وقت مملكتي عرضة لهذا الوبش. مصاري عندي كب. شو ابن عيسى منه كمان كثير لهذا. طيب ليكو راح الهيب هال 21 واحد يجي يتسلوا له بالدولة هون. اقتلوا كل من يمر عليكم. تعالوا تسلوا فيهم شباب. انت كسرية لهي شبك، كسرتها والله. Our tools are ready. من هذا عشرائي. Peasants needed sire. Can't place that there. This must be built. لكن ما ينبني من هذا هون. إيه ينبني. أيوة خلي أسهم تكون نارية. أيوة. أنتوا يلا روحوا تسلوا فيهم يا شباب. أيوة وأنتوا كمان يرجع بعت لكم دفعة جديدة غير هذا الجيش تبع الاقتحام. انتبه. تعالوا تسلوا فيه. اقتلوا كل من يمر عليكم. تعدوا لتنفيذ أمرك. ضيوفنا لا تعرف الرحمة. هيك دفعات دفعات. بدي جننه مثل ما هو بجننني. تعالوا تقولوا لي مثلا ما عملوا هذا. مصاري وكثير. روحوا لنبدأ المعركة. اهجموا. يا عمي قاتلوا. ها وين كنت عم اخبي هذا الجيش الجانبي؟ وين؟ والله ماتوا كلهم، ماتوا من على الشيطان. لك لا تروحوا كلكم لهون. كرامه لا الله. تعالوا تعالوا ان شاء الله. مستعد لتنفيذ امرك. نحن نقاتل بشجاعه. احرقوا لي الدنيا هون. تعالوا انتوا انتوا وينكم؟ انتوا تعالوا كسروا لي هدول. اطرحوهم ارضا. ايوه ايوه هيك انتشروا. مستعد يا سيدي. كنا معانا هدول نبالي اكثر. كسروا له هذا. ايه كسروا له هذا. كسروا كسروا كسروا. ايه كسروا. بدي جوعه والله. لا جوعه. كسروا كسروا. شو بكون كسروا؟ كسر. كسروا لي هاي. هلا بس كسرت هاي راح كسر له فورا. شو اسمه هذول عم يحرقوا الدنيا. هذول هون. وين وين هاي؟ وين وين وين؟ يلا يلا هجوم هجوم. تعي انت اعملي لي واحده من هاي. وين انكسرت؟ لك ما انكسرت لك هو. اجيت؟ هذا والله مهجم لي عالم. وانا عارف يمين ما بتهاجم. حالف يمين ما بتهاجم هاي. والله ما راح افطن فيهم هدول.
Oh yes. مستعد. سنقوم بكل ما يلزم. Recruits needed, sire. أنت تعالك شوف بلش يفجروا حالهم هذول. كل هذول بينفعوا. He got ready, your grace. أيها عم نكسر ليهم هذول أوباش. يعني أوباركم أنا حاسب حساب كل ليش يا أوباش. مستعد. ترون ترون هذول ترون ترون كسروا ليهم لعن شواربه. مستعد لتنفيذ أمره. تعال والله هذول هلا تعايشين يا الله يا الله مأواهم هذول. أقواسنا قوية. Peasants needed, sire. Your grace. كسروا والله تعال تعال هلا قوة ضاربة تعالهم قوة والله ما في داعي للقوة الضاربة يا ما أخففوا يا ما أبي أخو وينه هذا السعدان وينه 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 هذا الملك تبعيتهم اللي يكون هاد تلو طلعوا له يلا ليك صار توصل بسهولة فجري حرقت الدنيا هون يلا تعال بعده والله ما طلع له فائدة مع أنه بالعادة كتير أوي أنا بعرفه كتير أوي هيك هذا ما يدعم رفيقه هاد طلعوا هون مستعد وين عم تروحوا تعالوا هون على شرفك تعالوا هون ايه نحن نقاتل بشجاعة هجموا 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 اتلو اتلو سيوفنا لا تعرف الرحمة تلو 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 مات لسه تحت امرك كرم شفرة سيفي تلو هذا تلو 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 ما تقولوا كش عم يطلع طلع مات مات واحد واحد اثنين والله تسلموا قوي هالوبش يلا تعلقوا هون تلو يلا وهذا حرقوا الدنيا هدول حرقوا الدنيا يلا لك راح موتي لعن شواربك يلا ايه تسلفي وين هذولك الجيش هذاك الجيش جاي لسه هذا الجيش يلا بعدته قال يتسلوا قتلته اخيرا دخيله الله انتو دمكن قوي انتو دمكن ابو كلب تعال عند الحجاج زبطونا دمون هذول يرجعون لهون هلا غالبا هاد ماله دخله من هي الجبهة عنا الا من وين من هون ممكن يجي لا غالبا بس من هون فرجين هون فينو يجي هيك شو هاد قارب مكسور لا لا خلاص اصدقائي هذا ما راح يقدر يهاجمنا الا من هون فانا شو راح اسوي راح اجيب له هذول هوني هذول خلينا عم يتعالجوا هذول النبالة هذول كلهم تعالوا ما عاد في داعي حط هون اصلا دفاعات من اللي كمان من هذول النبالة حلو هلا رح ممكن له النبالة جيب لي اياهم دائما لهون اول ما يطلعوا او كل المعمل والله هذا كله هذا كله لهون وينه هذا المعمل كلياته ايوه كله مستعد يا سيدي ايوه حاجته يخرب دياره والله مللني هذول القوات خلينا عم يتعالجوا هاي فينا تكسر هذا الباب والله فينا تكسره يا تخيل هذا يكون هيك قتله بهالسهولة هاي وحدة وهي الثانية تعي كسري لي انت كمان الباب تعي تعي ليش ما بتجي طيب جبناها لهم مو مشكلة والله هذا عنده جيش لا بأس به طيب بنجيب له كمان جيشنا نحن عندنا جيش جبار بس ليكوا شلون المصاري صارت عندي عم تعد والجيش يعني بنيت الدولة بطريقة ليكوا حتى دول السلام يلحقوا يفضوهم يا حرام كثير صارت دولتي قوية والله ليكوا هلا اذا بهاجموا هذول لحالي بقتلهم لنبدا المعركة نعم سمو An ox tether is required to bring stone to the stockpile والله العظيم جيش جبار اقسم بالله هي ما بدي اياها جيش جبار جبار جيشي صار انتبه اتقدم سيرا أين العدو؟ المجد نعم سمو يلا تعوا 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 ايه تعوا خلاص رح يسرحوا بالأرض تبعيته هلا جيشي لنبدأ المعركة تعوا كسروا لي انتوا هذا نحن نقاتل بشجاعة اقتلوا كل من يمر عليكم
يا عفو الله على الهجوم يا عفو الله. لك وين كسروا الهيئة؟ تكسر الحيطة الجدران؟ كسروا تاعي انت يلا تاعي ابرزي ولاءك انت تاعي كسرين الحيطان. حلو والله. استعدوا يا سيدي. سمو تحت امرك. تعو تعو يلا تعو ايه انفلتوا خلاص الدقم انتهي انتهي اصدقائي. انا بس هيك نمحي هدول الشغلات اللي مش لازمه. شايفين شو محيناه هون؟ هابين يا اول شيء محينا هاي تبعي. شو عم نمحي؟ هذا كان عصيان. انت ليش ما رحتوا على القتال والجهاد والرباط؟ ليش قاعدين هون انتوا ايها الجبناء؟ تعالوا نتسلب هذول وصلت هيك. شو تكسر دين يتفرجوا ياكلوا ياكلوا هيك تكسر دين طلعوا. How can we help؟ ليكو ليكو شو راح تكسر ليكو. هي دش هي لا دش ليكو ليكو. وين طالع فايت معلم؟ في الدنيا حرب. هذا ماشي عادي كانه ما في حربات شكو ليكو. دش شو عم تدج الباب ليكو ليكو ليك من فوق. ما بعرف اذا بقدر ابينها. اوه ضربتين للباب كسرته يا الله. لا ما راح نقتل البيوتيفول كاسل تبعيتك راح نقتلك لك يا حبيبي. تعالوا نبالي. حاضر سيدي. تسلقوا جدرانه. طلعوا فرجوني شو بتطلعوا على الجدران. تعال ما في شي باب ثاني كسره هاي. تعال كسر هذا الباب تسلي. ما راح نلحق يكسر ليك ليك شو هذولي النباله تبعوتي اصدقائي شلون صفيت لكم اياهم على كل الهيئة ليك على كل الحيطان تبعوته. وجيشي كله طلع لهون وهي راح تكسر هذا الباب الجواني من كل عقله لسه هو عم انت جنود عم تدافع بدك دافع حبيبي هاد دقك منتهي ليك وين ما بدش شمطو ليك ليك شو شفتو نبله دش شمطو شمط وين هو ما مبين ليك شو دمه من أنص والله حاطين دم الملك كثير قوي. ها ليك شلون هون العلامه اللي مبينه على الخريطه شفتوها ما احلاها. هون شو الوضع؟ تمام فزت اصدقائي. كانت اول حلقه من هي السلسله. انا بصراحه كثير استمتعت فيها يمكن اكثر من كثير العاب عم بلعبها حاليا. كثير استمتعت فيها لانه هيك يعني اوه لك الاحصائيات الجباره واو. ليكو ليكو كم جندي كان عندي تروب سكيل ليكو قديش قتل لي عالم 1266. حتى العالم اللي انقتلوا لي كتار تروبس لوست هذول خسرانين. هذول اللي انا قتلتهم معقول؟ هذول اللي انا قتلتهم والله اعلم مش حاطين كيلد يعني القوات المقتوله. فما بعرف اظن اللي انا قتلتهم ولا اللي هن قتلوا لي ما بعرف. هوني تروبس لوست اللي القوات المفقوده. هوني البيلدينج ديسترويد اللي مكسره. هوني المصاري ليكو صار معي 41,000 المجموع ما جمعته. فرجيني هون ليكو. اوه والله هذا كان عنده كتير اسلحه انتاج محلي. شايفين انا ما عندي انتاج محل الاسلحه ولا هذا الاجدب ابو الازرق شو اسمه الشاه بس هذا كان عنده كثير. ليكو الحجر طبعا الحجر لا يعلى عليه بالحجر. تفرجوا ليكو قديش هذا كله شراء والله اعلم. الخشب والله هي لعبه حلوه يا اصدقائي كثير استمتعت فيها. اذا استمتعتوا معي بهي اللعبه الحلوه حطوا لي لايك وعلقوا لي تعليقاتكم الحلوه والراقيه ولا تنسوا تشتركوا بالقناه اللي ما اشترك بالقناه لحتى توصلكم اكثر هي اذا لعبت كملت اذا كملت يعني بهي اللعبه. وهذا كان كل شيء حلقه اليوم وتحياتي.